بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اخوكم ابو مريم التونسي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. ان شاء الله النهاردة الفيديو زي ما شفنا في البداية كده، الحمام اللي ظهر معنا في البداية دوت هعرفك ايه حكايته وايه قصته وايه المرض اللي فيه. المرض اللي فيه ده يا جماعة مش روشة خالص ولا هزة ولا ليه علاقة بالروشة ولا بالهزة خالص، تمام؟ دي حالة عرضية بتظهر بسبب استخدام دواء بشكل غلط، تمام؟ طبعا زي ما كلنا عارفين احنا بنستخدم ادوية كتير بشري، لازم نستخدم جرعة مظبوطة، يعني لازم نستخدم الجرعة بحذر. مش هينفع ان احنا نزود في الجرعة ولا نضاعف في الجرعة ولا الكلام ده كله. نفس النظام في الادوية البيطري، في مواد فعالة في الادوية لو استخدمناها بجرعة زيادة ممكن مثلا تعمل تسمم، حاجات تانية لو استخدمناها بجرعة زيادة ممكن تعمل مثلا تليف في الكبد او تعمل مشاكل في الكلى او تعمل مشاكل في القلب او تعمل مشاكل ايا كانت داخلية في جسم الحمام او خارجية، او مثلا حاجة زي علاج الحشرات ممكن يعمل تسمم ويموت الحمام في الحال. طيب في طريقة لازم نستخدم بيها الادوية، والادوية اللي احنا لازم نستخدمها بحذر منها الفلاجيل. الفلاجيل طبعا الفلاجيل كلنا بنستخدمه، الفلاجيل اهو يا جماعة ده الفلاجيل، تمام؟ سواء بقى الفلاجيل او الامريزول او الكانكيل بتاع الكنكر او اي حاجة فيها المادة الفعالة اللي هي في الفلاجيل اللي هي اسمها مادة الميتراندازول، ميتراندازول، تمام كده يا جماعه؟ طيب الماده دي الجرعه الزياده منها بقى بتعمل ايه؟ بتعمل اللي احنا شفناه في الفيديو اللي في الاول خالص ده، بتعمل صرع، تمام كده يا جماعه؟ فناس كتيره ممكن تكون حصل عندها الموضوع ده قبل كده وما فهمتش ايه سببه، شافوا ان الحمام مثلا عنده روشه او شافوا ان الحمام كده عنده هزه، ممكن يكون حد ظهرت عنده الحاله دي راح دبح على طول. طيب انت لو فهمت هتعرف سبب الحاله دي ايه؟ انا بعرف اميز ما بين الحاله دي وما بين الروشه وما بين الهزه. طبعا اول حاجة الروشة معروفة، فرد الحمام بيلوي رقبته تحتيه او بيلوي رقبته على جنب كده وبيكون في اسهال مية في قطع صغيرة منقطة كده خضرة او خيوط لونها اخضر، وطبعا بيكون على طول قلب دماغه تحتيه والكلام ده كله، وتحس ان هو عنده عين زي ما يكون عليها سحابة، تمام كده؟ ممكن تلاقي جسمه سخن شوية. طيب الهزه بقى اللي هي بتيجي بتاعت السالمونيلا دي، اول حاجه طبعا بيجي معاها الاعراض بتاعت السالمونيلا زي الكشاشان، قله الاكل، قله الشرب او شرب الماء كتير، او الاسهال الاخضر الزيتي اللزج. وطبعا بيبقى هزه عباره عن عدم اتزان، يعني تلاقي فرد الحمام واقف عادي او ماشي وبتاعه والكلام ده وبيبدا ان هو يتهز كده، تحس ان هو ايه في هزه بسيطه، تمام كده؟ طيب الحاله الثالثه اللي معانا دي اللي احنا شفناها في اول الفيديو دي الصرع. الصرع ده عباره عن جرعه دواء دخلت في جسم الحمام عملت له تسمم وعملت له صرع، عملت له خلل في الجهاز العصبي. اللي بيحصل ان احنا بنلاقي فرد الحمام مش متزن خالص بقى، وبيفضل يتحرك يترمي يمين ويترمي شمال ويتطوح والكلام ده كله، ويقع ويتشقلب على الارض زي ما شفنا كده في الفيديو، تمام كده؟ طيب دي بيكون علاجها ايه؟ علاجها بسيط جدا، هي لا روشه ولا هزه ولا الكلام ده كله، وعلاجها بان انت تستخدم مضاد سموم ومنشط للكبد والكلى، تمام كده؟ مضاد سموم ومنشط للكبد وغسول كلوي. طبعا ده اتكلمت عنه في كذا فيديو قبل كده، قلت لو هنستخدم بيطري يبقى هنستخدم الفيتاريل بلس اللي احنا شايفينه قدامنا ده، ده فيتاريل بلس بيطري، العلبه في حدود من ممكن من 20 ل 30 35 جنيه. طبعا كل ما كان بيبيع بسعر يعني من 20 جنيه او 25 جنيه لحد 35 جنيه الاسعار بتاعتها، تمام؟ علبه 100 مللي. طيب ده بيكون استخدامه ازاي؟ لو هندي مباشر في بق فرد الحمام يبقى هنسحب نص سنتي بسرنجه ونكمل السرنجه ميه ونديها له في بقه، سواء بقى سرنجه 3 سنتي او 5 سنتي او 10 سنتي او 20 سنتي، اي سرنجه هناخد فيها نص سنتي في البدايه اللي هو نص مللي، وبعد كده نكمل السرنجه بقيتها ميه ونديها له مباشر في بقه لمده 5 ايام، تمام كده؟ لو انا عايز استخدم الكلام ده جماعي، العلاج ده لو عايز استخدمه جماعي يبقى من سنتي ل2 سنتي على كل لتر ميه ونشرب منه الحمام جماعي، تمام؟ ولو في مسقه من اللي هي المسقه النص لتر دي يبقى هنحط سنتي على المسقه دي ونشرب برده منه الحمام اللي قاعد في العين ده، يبقى لمده 5 ايام، تمام كده؟ دي اول حاجه، ده العلاج البيطري. طيب لو انا عايز استخدم علاج بشري هستخدم ايه؟ هستخدم اول حاجه الهيباتيكم شراب بشري او الهيباتيكم شراب بشري، تمام؟ دوت بنستخدم منه سنتي مباشر في بق كل فرد حمام، او من 3 ل 5 سنتي على لتر ميه، من 3 ل 5 سنتي على لتر ميه. لو مسأل اللي هي نص لتر ممكن نحط فيها 3 سنتي او 2 سنتي ونص، مفيش مشكله، تمام كده؟ طيب ده هنستخدمه لمده قد ايه؟ ده هنستخدمه لمده 5 ايام. بعد كده لازم نستخدم فاركوفيت بي 12، فاركوفيت بي 12 فيتامين كبسولات بشري، هنجيب الكبسوله ونفضي كبسولتين على لتر ميه،
تمام كده ونشرب منه برضو الحمام جماعي. لو مباشر في بق فرد حمام يبقى الهيبة تكم سنتي في بق فرد الحمام مباشر، وبعدها يعني بعد ما تخلص الخمس ايام يبقى الكبسولات الفاركوفيت ب 12 هنفضي كبسولة على 3 سنتي مية ونديهم له بسرنجة في بقه، تمام كده لمدة 5 ايام تاني. يبقى احنا عالجنا التسمم اللي حصل، عالجنا المشاكل العصبية اللي حصلت بفيتامين ب 12، تمام كده. وان شاء الله هتلاقي الاعراض ديت بدأت تختفي معاك يوم ورا يوم، هتلاقي الاعراض دي طبعا بدأت تختفي. وهنشوف دلوقتي الفيديو ده. ده كان فيديو لحد كان عنده المشكلة دي ظهرت في الحمام. طبعا لما سألته على الاعراض، ايه الاعراض الموجودة عندك، قال لي مفيش اي اعراض مرضية. قلت له انت اديت علاج ايه؟ اديت فلاجيل. قال لي اديت فلاجيل. عرفت ان هو ادى فلاجيل. طبعا يا جماعة اول ما عرفت ان هو مدي للحمام فلاجيل عرفت خلاص ان ده كده بسبب الفلاجيل. قلت له ده بسبب الفلاجيل، دي حالة صرع، هتستخدم مضاد سموم، استخدم الهيبة تكمي فعلا. وبعدها بيومين او ثلاثة بعت لي الفيديو التاني ده بعد 4 ايام من العلاج اللي انت قلت لي عليه يا ابو مريم. ربنا يبارك لك ويزيدك من عنده يا رب. ولقيت الحمام طبعا ما فيهوش اي مشكله، تمام كده. فالجرعه المناسبه من الفلاجيل لو انت بتعالج حمام بفلاجيل، عشان نبقى فاهمين، فلاجيل او امريزول شراب، الجرعه المناسبه منه نص سنتي في بق فرد الحمام لو زغلول، سنتي مباشر في بق فرد الحمام لو كبير، لو حمام شغال. المدة ما تعديش الاربع ايام، ما تعديش الاربع ايام بالفلاجيل، عشان بشوف ناس بتقول 2 سنتي فلاجيل في البق. 2 سنتي دي جرعة كبيرة يا جماعة، تتسبب في ظهور الصرع ده خلال الاربع ايام او بعد الاربع ايام، تمام كده. برضو ما ينفعش ان انت تدي فلاجيل اكتر من 4 ايام. طب لو على المية جماعي هدي فلاجيل ازاي؟ لو على المية جماعي يبقى على المسقة النص لتر دي ممكن نحط سنتي. طيب لو هندي الفلاجيل ده على الميه جماعي تبقى الجرعه بتاعته قد ايه؟ من سنتي ل2 سنتي على اللتر، من سنتي ل2 سنتي على اللتر. ما ينفعش ان احنا نحط 5 سنتي، ما ينفعش نحط اكتر من كده، ما ينفعش نحط 4 سنتي و5 سنتي والكلام ده، تمام كده يا جماعه. يبقى هي من سنتي ل2 سنتي على اللتر، المده ما تعديش الاربع ايام. نفس النظام الامريزول، تمام كده، نفس الجرعه اللي هي نص سنتي للزغلول او سنتي للكبير، او من سنتي ل2 سنتي على اللتر، وبرده المده ما تعديش الاربع ايام. علاج الحشرات، في ناس بقول رشه تحت الجناح ده ورشه تحت الجناح ده، بيرش تش 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 3 4 رشات هنا و3 4 رشات هنا و3 4 رشات تحت الديل من تحت ومن فوق. فطبعا الكلام ده برده هيخلي الحمام لو جه ينضف ريشه ببقه هياخد كميه كبيره من علاج الحشرات وهيجي له تسمم، تمام كده. يبقى برده لازم ناخد بالنا من الجرعه المظبوطه، ما ينفعش ان احنا تش 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 فنخلي الحمام ياخد جرعه كبيره ويبدا ان هو يحصل له تسمم. نفس النظام في علاج الديدان، لو انت هتدي علاج ديدان بشري زي مثلا البنداكس او البندازول او الكلام ده بشري، يبقى هي نص سنتي في البق مباشر. لو على الميه يبقى 2 او 3 سنتي بالكتير على لتر ميه لو هنشرب منه الحمام جماعي، تمام كده. طيب سترات الببرازين زي ما قلنا قبل كده معلقه ممسوحه، ما ينفعش ان انا احط معلقتين، ما ينفعش اقول ان انا ازود شويه عشان تجيب معايا نتيجه. لو عندي اي سائل بيبقى مكتوب عليه الجرعه سنتي يبقى هو سنتي، ما ينفعش ان انا اعدي في الجرعه لان برضو البندكس بيعمل تسمم. لو بندكس قرص يبقى ربع قرص، عشان في ناس بتدي قرص مباشر فده برضو بيعمل تسمم، بيخلي الحمام يريل وينزل سائل من بقه من هنا ويبدا ان هو يحصل له حاجات عصبيه وينام في الارض ويسيل ويبدا بعد كده ان هو يموت. فلازم تاخد بالك من الكلام ده واحذر من الحاجات دي. اي حاجه من الحاجات دي تحصل عندك على طول استخدم مضاد السموم. اي جرعه ادويه اديتها زياده للحمام بعدها على طول استخدم مضاد السموم عشان تتجنب التسمم في الحمام. فده كان فيديو النهارده، يا رب نكون استفدنا منه. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجي لك اشعار باي فيديو بينزل على القناه جديد. كمان ما تنساش تعمل مشاركه الفيديو عشان تفيد غيرك بيه. ولو عندك اي استفسار او محتاجه موضوع نتكلم فيه اكتبه لي في التعليقات تحت الفيديو، وان شاء الله يتم تجهيز الموضوع وهينزل على القناه في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوكم ابو مريم التونسي.